مالي بعد ذلك مالي يواجه الكونغو الديمقراطية بتونس. مقرر المباراة الوطنية اليوم في انتظار القمة أيضا أمام المنتخب التونسي في الوسط. رميز يحاول فيها ولكن التفكير في تخطي هذا الحاجز. رميز كوياتي في الوسط. رميز يحاول أحسن المهاجمين في تشكيلة المنتخب المالي. الوسط هناك لا قصيرة لرميز. رميز زروقي من جديد. زروقي يلعب كرة. جمال الدين تعود الكرة لي على المنتخبين في باقي الأوقات. مالي محاولة من كولي بالي ولكن زروقي. بغداد قوية من عدلان هايلة ولكن تغطية من دفاع أمادو. هاي دار يلعب كرة داخل منطقة العمليات. رميز يخرج لبوبكر كوياتي. الضغط من رميز يوصل الكرة مباشرة. لا كأس العالم هي طبعا إلى جانب مالكي. ملعوبة للقائمة الثانية من هناك. التغطية الثانية زروقي. كرة ضائعة أخرى في الدقيقة الأخيرة من زمن البول. حضور المنتخب الجزائري. تتحرك الآلة الهجومية ويتحرك الوسط. تونس مالي يوم 16 جوان بتونس. تونس ترتيب الفيفا المهم جدا لما هذه الكرة. يلعب أمام زروقي. البحث عن من؟ عن إسلام. ضرب بالدفاع وضعية صعبة. تعود الكرة من جديد. زروقي يسدد تضرب عليا. البحث عن إسلام ولكن تغطية دائما. بن عيادة أيضا موجود قائمة المنتخب. حراسة العرين سيد الشباك كديورة. زروقي بالليلي. جديد رامي زروقي بهدوء يتمكن من هذه الكرة. يلعب إلى الفريق حسب تغطية من الدفاع. خروج زروقي فوق من فوفانا. محاولة التقدم في العمق. مقطوعة الكرة من تراوري. قبل قبلها ريس. زروقي يواصل. إسلام سليماني.